موجة من الهجمات الدموية شهدتها ألمانيا خلال أسبوع واحد، ثلاثة منها ارتكبها لاجئون في البلاد، الأمر الذي بات يثير مخاوف لدى البعض من ردود أفعال غاضبة تجاه اللاجئين، لا سيما مع تصاعد الحركات اليمينية المناهضة للهجرة في ألمانيا. موفدنا إلى ميونخ كريم جوهري تحدث إلى مهاجرين ألمان أيضا وإلى ألمان أيضا عن مخاوفهم وآرائهم حول مستقبل البلاد. عائلة محمد تغادر إحدى مستشفيات ميونخ. عمر ولد بعد أقل من ساعة على هجوم استهدف سوق أولمبيا التجاري الأكثر دموية في ألمانيا منذ عقود. يختار الأجانب. يقول محمد إن استقبال الألمان الحار له خفف عنه معاناة اللجوء، وبعد أن سمح لزوجته بالانضمام إليه بدأ يتطلع للعيش بسلام. أعظم تجربة يمكن مريت بها هي استقبال ممثل ألماني لإلي في بيته، فتح لي بيته وأعطاني غرفة وأهلا وسهلا فيك ورحب فيه بشكل كامل، وبقيت عنده 5 أشهر 6 أشهر حتى لقيت البيت. لكن الهجمات التي شهدتها مدن ألمانية في الفترة الأخيرة باتت تعكر صفو هذه الأجواء، ويخشى البعض من تصاعد المشاعر المناهضة للمهاجرين. فهنا في ميونخ اضطرت الشرطة للتدخل بعدما طالب أحد الحضور أقارب بعض الضحايا المسلمين بالعودة إلى بلادهم. أغلب الضحايا كانوا من المراهقين، وفي هذه المدرسة لتعليم اللغة الألمانية يشتد النقاش بين الشباب الألمان وزملائهم من اللاجئين السوريين حول ما حدث في الأيام الأخيرة. فيكتوريا قالت إنها صدمت ولم تتصور أن يحدث هجوم كهذا في ألمانيا، لكنها تؤمن بالتسامح. أخشى اعتقاد الناس بأن كل اللاجئين إرهابيون، لأن الأمر ليس كذلك. إذا كنت شخصاً سيئاً فالأمر يتعلق بما هو بداخلك وليس بالبلد الذي أتيت منه. أما أحمد فقد وصل من حمص منذ 4 سنوات بعد تعرضه لإصابة لم يكن لينجو منها لولا الرعاية التي تلقاها هنا. بالبناء العشرة يعني بين الألمان، هن الألمان بيعرفوا أكثر للاجئ، بيعرفوا من كلامه من تصرفاته للاجئ. هلا مثل أنا لحد هلا ما شفت شيء من الألمان، يعني لحد هلا يمكن في عندك لاجئين هيك، في عندك لاجئين هيك، يمكن في عندك لاجئين تطلعات غير أنا من البداية جيت من سوريا، طلعت من سوريا، جيت لهون على ألمانيا، كانت كلها مساعدة ألمان، بس هلا أنا عم رجع لهم هالشيء. هل ستتغير ألمانيا بعد هذه الهجمات؟ سؤال يراود الكثيرين. محمد لا يعتقد ذلك ويأمل أن يحظى الوليد عمر بمستقبل جيد. أنا بدي ابني دائما يعيش يعني مثل أي مواطن ألماني هون، ينعم بهاي الحياة الكريمة، ينعم بالتطور الموجود هون، بالأسلوب التعليم، ويكون يعني حياة بسيطة وهادئة ومليئة بالسلام. قد يبدو أن الحياة عادت إلى طبيعتها، ولكنك إذا دققت النظر ستلمس حالة من القلق وربما الحذر من الألمان واللاجئين هنا في ميونخ تجاه المستقبل. كريم جوهري، BBC ميونخ.